اتنين مدعيين واقفين بينادوا، حد عايز فودو او شادو؟ حصريا على موقع مارادونا.com. حكيت حكايتي في أغنية في قصة هلس طبيعية. بيجي أحمد بلحة ريميكس. بيجي وبتطوح مش عارف أروح، بيجي وبتطوح مش عارف أروح. يلا بقى بتطوح ادي جنب، بتطوح بتطوح على هواي، بتطوح بتصوح. طب امسكوني امسكوني، طب الحقوني طب الحقوني، طب امسكوني طب امسكوني، طب الحقوني طب الحقوني. مش شايف قدامي وانا مروح، مش شايف قدامي وانا مروح. قابلني شاويش قابلني شاويش، هراني تفتيش هراني تفتيش، طلع من جيبي ادي جنب شوالين حشيش. لبسني كلبش في ايديا لم الناس حواليا، لبسني كلبش في ايديا لم الناس حواليا. ركبني البوكس ومعايا درابس، ركبني البوكس ومعايا درابس. نزلني تحت حجم عليا، ست شهور شبر وبطل ونزلت تحت وانا فاضي، قلعت الفضه اصحابي ونزلت تحت وانا فاضي. اتنين مساجين قتلوني في وشي يا ناس، قتلوني كسروني نفسي على مش عارف ابص. زي ما قفشه مجاله الساعه ساعه حب ده حضروا ده حضروا احمد بلحه ريميكس. كانوا نايمين وانا صاحي عمال بفكر في جراحي، عملت حكايه اول ما صحيت في الانفرادي انا اتحطيت، واليوم جوه كانه ساعه يوم والتاني وانا مخنوق قومت ميت راجل مصدوم. حدد لي جلسه في القاضي، دخلت القاعه وانا راضي. حكم عليا كفاله استلم دور طلعت بره اسمي معروف زيك كده اكبر دولاب تتحل يا بيه شوية شوية كبرت كمان بقيت بستوري من الباب البير يا لعبي خلاص يا ناس بقيت بيكوز من الاعياد بالجو عربي بالجو عربي فلوس نقدي وفلوس نقدي فلوس كتاب راجل كتاب معاكي مزاج بتاعي شركات ومصانع من الاعياد انا قسم الصوت بيستثنى هنعمل تخفيض للصباع بيدي بيمشي الصداع. احمد بلح ريمكس. ايهاب يا زيز محمود يا ربيع احمد بلح وده وتوزيع هنقول علمان احمد الجزار وهتولع ضه وهتولع ضه ابو قتاتا بلدنا الاتش دي الاتش دي. يا ده انتوا لا اتشفتوا ولا جيتوا، دول توزيع بلح ما كنتوش عديتوا. موت الكلام موت الكلام موت الكلام موت الكلام موت الكلام.